الموضوع نتابعه عن قرب مع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، ينضم إلينا من تونس. أهلا وسهلا بك. وبداية، التصنيف الذي أعلنته فيتش ركز على السبب وهو عدم الوصول لاتفاق مع صندوق النقد. باختصار، لماذا عجزت تونس عن التوصل للاتفاق مع الصندوق برأيك؟ لأسباب عدة، من ضمنها أن تونس لم تتمكن من تعبئة الموارد المالية الضرورية لتكملة قرض صندوق النقد الدولي وتغطية نفقات ميزانية 23 وتغطية أيضا برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به السلطة التونسية نفسها. ثم السبب الثاني طبعا وهو يعني التشكيك في قدرة البلاد التونسية على القيام الفعلي بالإصلاحات، نظرا لأنه برنامج 2013 مع صندوق النقد الدولي لم ينجح، وبرنامج 2016 أيضا لم ينجح، وفي كلتا الحالتين تونس لم تلتزم فعلا بالقيام بالإصلاحات الضرورية. وبالتالي هناك سؤال مكرر الآن، هل أن السلطة التونسية الآن قادرة فعلا على القيام بالإصلاحات، مع العلم مثل ما قلت أن ليس هناك إملاءات لصندوق النقد الدولي أو شروط لصندوق النقد الدولي، لأن في كل هذه الحالات الدولة التونسية والحكومة التونسية هي التي تقدمت ببرنامج إصلاحات. الواضح أن هناك تخوف من نتائج أو تبعات القيام بهذه الإصلاحات على السلم الاجتماعي، هذا ربما صحيح، ولكن لابد من التأكيد أن الإصلاحات تقدمت بها السلطة التونسية، ولم تتقدم السلطة التونسية إلى صندوق النقد الدولي لمحاولة تعديل برنامج الإصلاحات، هذا كما صرح بذلك مسؤول من صندوق النقد الدولي نفسه الذي يؤكد أن ليس هناك أي إملاءات تم تقديمها من صندوق النقد الدولي إلى تونس. والسؤال الأهم في رأيي هو في هذا الوضع هو ما يمكن أن تكون نتائج أو تبعات عدم القيام بالإصلاحات على الوضع الاجتماعي في تونس. إذا كان التخوف حاليا من أن يهدد البرنامج الإصلاحي والذي تقول أن تونس هي من هندسته، إذا كان هناك تخوف من تأثير ذلك على السلم الأهلي، إذن ستسوء الأمور إن آجلا أم عاجلا، أليس كذلك؟ مؤكد، وخاصة إن لم نقم بهذه الإصلاحات التي هي إصلاحات ضرورية لا مفر منها وتأخرت كثيرا، لأنه الآن كل التقارير الصادرة حول تونس منذ أكثر من سنتين تطرح نفس السؤال، ماذا تنتظر تونس للدخول في إصلاحات، ولماذا تربط تونس هذه الإصلاحات بمحادثاتها أو مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. الإصلاحات اليوم في تونس أهم بكثير من صندوق النقد الدولي ومن قرض صندوق النقد الدولي، وإصلاحات أهم بكثير من المحادثات الجارية الآن مع الاتحاد الأوروبي. الإصلاحات هي السبيل الوحيد لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس، وهي السبيل الوحيد أيضا لتحقيق السلم الاجتماعية الدائمة. طيب، في الشارع التونسي الدعم لمن؟ لقرار الرئيس التونسي أم للمطالبة بالتوصل لاتفاق مع الصندوق؟ يعني ليس هناك أي بديل للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليس هناك أي بديل، وهذا ما كان يصرح به المسؤولين في الحكومة نفسهم. لكن هذا رأيكم وربما رأي بعض النخب، لكن عموم الشارع التونسي، هل الشارع مع يعني قرار الرئيس التونسي أكثر، أم أنه يرغب في الدخول في تجربة إصلاحية؟ يا سيدتي الكريمة، الشارع التونسي مل من كل هذه الظروف ومنشغل بشيء ثاني مهم جدا. الشارع التونسي منشغل بغياب المواد الأساسية في السوق مثل السكر والقهوة والأرز والدواء والخبز والمحروقات، لأن هذه المواد أصبحت مفقودة الآن في الأسواق التونسية بسبب واضح جدا، هو أن المؤسسات العمومية التي هي المسؤولة على توفير هذه المواد أصبحت غير قادرة على تسديد الفواتير وعلى تسديد الشراءات، وقد فقدت فعلا ثقة المزودين الأجانب، كما فقدت أيضا ثقة البنوك في الداخل وفي الخارج. هذا الشغل الشاغل الآن للمواطن التونسي. هذا لا يعني أن هناك من يساند وهناك من يعارض طبعا، ولكن لا نعلم
ما هي النسبة التي تساند والنسبة التي تعرض، لأنه مثل ما قلت الشارع منشغل بفقدان المواد الأساسية في السوق وبغياب النمو وبتفاقم البطالة وبارتفاع نسبة التضخم المالي وبالهبوط في قيمة الدينار التونسي. هذا الشغل الشاغل الشارع التونسي الآن. الرئيس التونسي يتجه لرفع الضرائب على الأغنياء في تونس لتمويل صندوق الدعم الخاص، كيف سيكون وقع ذلك على الشارع إذا ما تم تطبيقه؟ هل يمكن تطبيقه أولا؟ ومن يستحق الدعم ومن لا يستحق؟ وكيف سنطبقه؟ وكيف سنعد قائمة من يستحق هذا الدعم؟ لأنه التوجه منذ أكثر من سنتين كان توجه في يعني توجيه الدعم لمستحقيه، وهناك عمل كبير قامت به الإدارة التونسية والحكومة التونسية في إعداد ما يسمى بمنصة إلكترونية لمحاولة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وفجأة نحن نغير الاتجاه تماما، والآن أصبحنا نفكر في ضريبة جديدة على من لا يستحق الدعم. والسؤال الكبير جدا هو هل هناك مجال لمزيد الثراء في تونس، مع العلم أن الضغط الجبائي في تونس هو أصبح أعلى ضغط جبائي في إفريقيا وأعلى ضغط أيضا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، فهل هناك فعلا مجال لمزيد الثراء في تونس؟ وطبعا ما تقوله يعني أنه ربما لا يوجد أي مساحة أو هامش لرفع مزيد من الضرائب، لكننا نتحدث عن فئة ربما أحوالها أفضل من الطبقات التي تعاني أكثر. إذا حصل ومرر قانون يرفع الضرائب على الفئات العليا، هل برأيك يمكن أن يتسبب ذلك لانتقال الاستثمارات للخارج، الاستثمارات ربما القليلة المتبقية في تونس؟ يعني هو مزيد التضييق من ناحية الضرائب طبعا ستكون له تبعات اقتصادية ما في شك، ولكن يعني تطبيق ضريبة يعني أيضا أننا لن نصلح منظومة الدعم في تونس، هذا الأهم. يعني عوض الإصلاح نحن سنتوجه إلى إيجاد موارد لتغطية عجز صندوق التعويض اللي هو في تفاقم كبير من سنة إلى أخرى. وما نحتاجه في تونس هو إصلاح هذه المنظومة، لأن الكل يتفق أنه يعني 12% فقط من موارد صندوق الدعم تذهب فعلا للعائلات أو للفئات التي تستحق هذا الدعم، فبالتالي لابد من إصلاحه. والإصلاح لا يتم بفرض ضريبة جديدة فقط تغطي عجز هذا الصندوق. وفقا لبرنامج الإصلاح يعني هناك مسألة إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون، وأيضا رفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية. لماذا هناك رفض لهذا الأمر في وقت لا يتم استغلال هذه الشركات بالشكل الذي يحقق العوائد المالية المرجوة؟ هذا الملف يخص 104 شركة عمومية ومؤسسة عمومية، ونحن في تونس نتكلم على إصلاح المؤسسات العمومية منذ أكثر من 7 أو 8 سنوات، ولحد الآن لم نشرع فعلا في إصلاح هذه المؤسسات، وفي الأثناء وضعها المالي تدهور بشكل كبير. وفي وقت من الأوقات كان الاتحاد الشغل هو الذي يعارض المس من المؤسسات العمومية وحتى إصلاح المؤسسات العمومية أو التفويت في المؤسسات العمومية، والآن حتى رئاسة الجمهورية أصبحت ترفض ذلك، مع أن هذه المؤسسات وصلت إلى حد يعني خطورة مالية كبيرة جدا، مع العلم أن بعض من هذه المؤسسات كانت تساهم فعلا في نفقات ميزانية الدولة، والآن أصبحت تطالب ميزانية الدولة بموارد مالية لتغطية الأجور أو تغطية نفقات أخرى، فالحل الأصلاحات تأخرت بشكل كبير جدا، والآن أصبحت مكلفة إلى حد بعيد، وإن لم نشرع في إصلاحات هذه المؤسسات فستندثر، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى ستتعقد أكثر فأكثر في المستقبل. شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفنا من تونس عز الدين سعيدان، شكرا جزيلا لك.